عزوي والسند واحنا رجالك للابد والله عمار يا بلد ان عمرناها رح وكمر بزينب تحلى وبتكبر مثل النور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي مستمعي متابعي إذاعة القرآن الكريم من نابلس. يا بلد انت العزوي والسند واحنا رجالك للأبد والله عمار يا بلد. لما الجار يحس بجاره يتفقد ويزور بداره. حياكم الله في برنامج عمار يا بلد، وأيما بلد يا أيها الكرام، إنها فلسطين الحبيبة، بلاد التي نحبها نعشقها حتى النخاع. يسوؤنا ما تعانيه من احتلال ويؤلمنا ما يعنيه مجتمعنا من مشاكل ومآسي، ونريد لها لفلسطين الصلاح والإعمار والازدهار، ونريد لمجتمعنا وأبنائنا السمو والبناء والبهاء والحرية. واحنا رجالك للأبد والله عمار يا بلد إن عمرناها. جيناكم في هذا البرنامج الكرام لنتحدث في إعمار هذا البلد الحبيب. ترى كيف نعمر البلاد ونعدل اعوجاج العباد، وهل يكمن الحل يا ترى بتفصيل أنواع المشاكل ثم مناقشتها وطرح حلول عملية لها؟ ما هي المشكلات والتحديات التي تواجهنا وتستمر في التنغيص علينا وتستدعينا لبذل كل جهد في سبيل أن نعمر وننهض؟ والله عمار يا بلد لما الجار يحس ب عمار يا بلد. نريد أن نتشارك معكم في طرح المسائل التربوية والمجتمعية التي تحتاج منا للاهتمام والإصلاح ليحدث الإعمار، لنضع أيدينا على عصب المشاكل وأساس الخراب ليبدأ من هناك العمار. نريد أن نغوص معكم في أبجديات البناء والتعمير، لأن بلادنا تستحق كل سعي للإعمار وكل جهد للإصلاح، فيدا بيد حتى نبني ونعمر. والله عمار يا بلد شارع حيك مع دخلاته نحمي بحرقة ممتلكاته نسقي عرسيب وزهرات. فحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم عمار يا بلد، واستكمالا منا لطرح المواضيع التي تهمكم وتشكل لبنة أساسية في إعمار هذا البلد، نطرح اليوم موضوعا هاما، وهو لماذا نحن أمة لا نخطط؟ هل نحن نخطط ونكتب الخطط ونطبقها؟ ماذا نعرف عن التخطيط؟ وأين نحن كمجتمع وكأفراد ورؤساء ومسؤولين من التخطيط؟ ماذا نعرف عن التخطيط وأهدافه وأدواته سواء كان الشخصي أو المؤسساتي؟ هل أمتنا تتقن فن وعلم التخطيط أم أننا ما زلنا نلوم وننتقد ونقف فقط نبكي على الأطلال؟ وماذا تعرف عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة عن التخطيط الشخصي الفعال؟ رجالك للأبد والله عمار يا بلد. أيها الكرام، إن أبرز ما يميز التخطيط أنه يسير وفق أطر وخطوات محددة سلفا وبدقة شديدة، لأنه إن لم يكن كذلك فسيفقد معناه ولن يكون له من اسمه نصيب. وهذا يعني من بين ما يعنيه أن متتبعي التخطيط سيفقدون العفوية والتفاعل. إننا بطبيعة الحال لا يمكن نضع لك خطة لتكون صائد فرص ماهرا، ولكن كل ما نحتاجه اليوم أن تكون قادرا على وضع خطة حقيقية حتى تستطيع أن تكون قادرا على الإنجاز والاستمرار. كم نقرأ من بدايات جميلة لمقدمات خطط، لكن أين نحن من تلك المقدمات وتلك الخطط الحقيقية؟ إن العمل أيها الكرام بلا تخطيط هو ضرب من العبث وضياع للوقت وضياع للجهد وضياع للأعمال كلها، لأنه يضيع السدى إذ تعم الفوضى والارتجالية ويصبح الوصول للأهداف أمرا بعيد المنال. ومن هنا تبرز أهمية التخطيط في حياتنا، أننا نحسن المستقبل الذي يحمل مفاجآت كثيرة. لماذا تفرض طبيعة المستقبل علينا تطورات ونحن لا نكون جاهزين لها؟ وأنتقل لأقول ماذا نعرف عن التخطيط الشخصي الذي نحتاج أن نكون فيه قادرين على فهمه ووعيه وقدرتنا. يفقد أبناءنا الخطط والتخطيط فيرسبون بدراستهم وبامتحاناتهم وأيضا بأعمالهم، لا يضعون خطط ولكنهم يسمعون كلاما مرنما منمقا ولكنهم بعيدين منال عن التخطيط، لا يعرفون عن التخطيط شيئا، لا معناه ولا أدواته ولا طرقه. كل هذا وأكثر أناقشه معكم في هذه الحلقة، لماذا نحن أمة لا نخطط. في بداية الحلقة سأستضيف
يعني ضيفا عزيزا كريما الدكتور سامي الصدر، وهو دكتوراه في الجودة وهو خبير ومدرب أيضا في التخطيط والتخطيط الاستراتيجي. ثم سأأخذ بعدها اتصالاتكم وتعليقاتكم وسؤالي لكم: لماذا نحن أمة لا نخطط؟ وبالأمس القريب كان نموذج فاعل عالمي كبير سيذكره التاريخ لفئة شباب ست خططوا تخطيطا دول لم تستطع أن تخطط مثله. لماذا لا ينتقل ذلك النموذج على مؤسساتنا وواقع حالنا؟ استقبل اتصالاتكم كما العادة على 0923311010 وعلى جوال 0599151010، وأيضا أقرأ تعليقاتكم عبر بثنا المباشر على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة القرآن الكريم. استقبل اتصالات بعد استقبال ضيفي، فأرحب بالدكتور سامي الصدر الدكتور المحاضر والمدرب أيضا في علم التخطيط وإدارة الجودة. السلام عليكم دكتور سامي. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعد صباحك دكتور محمد ويسعد صباح جميع المستمعين وصباح إذاعة القرآن الكريم. حياك الله يا دكتور سامي. الله خيرا. دكتور سامي، موضوع التخطيط يعني أنت وبخبرتك الطويلة في عالم التخطيط دائما نحتاج أن نعزز لهذه الأمة ولشبابنا ومؤسساتنا ومستمعينا الكرام التخطيط. ما هو التخطيط الذي نتحدث عنه؟ فبعد إذنك بدنا نعرف التخطيط ثم نتحدث وإياك عن أدوات هذا التخطيط حتى نستطيع أن نمكن المستمع ليفهم ماذا نقصد، لماذا أمتنا لا تخطط. تمام، أسعد الله صباحك أولا. الله صباحك ونورنا. ثانيا، التخطيط أخي دكتور محمد هي عملية ممنهجة ومستدامة دائما، كل الدول الناجحة والأشخاص الناجحين يمارسون عملية التخطيط لأنها هي عملية دراسة مستفيضة للوضع الحالي. أين نقف اليوم نحن كأشخاص أو مؤسسات؟ ما هي أهدافنا للمستقبل خلال سنة سنتين خمس سنوات عشر سنوات؟ كيف نريد تحقيق هذه الأهداف بناء على ظروفنا الحالية؟ أين تكمن نقاط القوة فينا؟ أين هي نقاط الضعف؟ وبناء على هذا التحليل ومعرفة الفرص المتاحة سواء في المجتمع أو في الاقتصاد، أين هي التهديدات التي تحيط بنا سواء أمراض أو كوارث أو احتلال أو مشاكل؟ وبالتالي بناء على ذلك نضع الخطة التي نريد فيها تحقيق أهدافنا. أهدافنا، عندما نحدد أهدافنا، كل إنسان يحدد أهداف أو كل مؤسسة تحدد أهداف، يجب أن تكون الأهداف ذكية. ذكية يعني أن تكون بالإنجليزية أو باللغة الإنجليزية smart، يجب أن تكون محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، ذات علاقة في المجال اللي إحنا بنشتغل فيه ومحددة زمنيا. يعني لا يجوز أنه إنسان يقول أنا أريد أن أكون في المستقبل طبيب، لا، أنا يجب أن أكون خلال خمس سنوات طبيب، أنا يجب خلال خمس سنوات أن أحصل على شهادة البكالوريوس، أنا يجب أن خلال ثلاثة سنوات أن أحسن دخلي من 1000 شيكل في الشهر إلى 5000 شيكل في الشهر. فدائما يجب أن نحدد أهدافنا سواء من ناحية الهدف الذي نريد الوصول إليه، الوقت الذي نريد أن نحقق هذا الهدف فيه، وأن يكون الهدف ذكي. نعم. طيب، على فقدنا الاتصال من المصدر، أرجو من الدكتور سامي أن يعود. لكن موضوع التخطيط يا كرام هو موضوع جدا مهم لأنه يرتبط على المستوى الشخصي ومستوى المؤسسة ومستوى الفرد ومستوى الأمة. للأسف الشديد يعني دائما دائما يتم الحديث عن التخطيط. هذه الأمة التي يعني ملكت الدنيا من شمالها إلى شرقها وجنوبها وغربها أبدعت في كثير من الإنجازات وكثير من المعطيات، ما زلنا نرى مؤسساتنا للأسف الشديد تضع الخطة هنا وهناك ولكن لا نرى قيمة لتلك الخطة، فلا قيمة لخططنا على أرض الواقع. للأسف لا نجد أثرها، تدفع مئات آلاف الدولارات وأكاد أجزم أنها تصل أكثر من ذلك، لكننا لا نرى الخطط مطبقة على أرض واقعنا. هذا السؤال الذي أسأله لكم جميعا مستمعينا الكرام: لماذا نحن أمة لا نخطط؟ لماذا التخطيط لا ينعكس على أداء ومخرجات حقيقية؟ لماذا لا نرى شبابنا قادر على التخطيط؟ لماذا لا يتم تأهيلهم من مناهج التعليم والتدريس؟ لماذا تغفل وزارة التربية والتعليم وتغفل واضعي المناهج عن أن يؤسس مهارات متقدمة عند الأبناء؟ يعلموهم مسائل رياضية وهي مهمة لكن لا يعلموهم التخطيط، يفهموهم نظريات فيثاغورس وغيره وهي مهمة ولا يعلموهم نظريات الحياة الصحيحة والسليمة. العالم يسبقنا بمئات الأميال وبالسنوات الطوال ونحن لازلنا نتشبث أو نرتبط في قضايا قد تكون قديمة
رثة لا تنفعنا. لماذا لا نهتم بالمعاصر؟ لماذا لا نهتم بالتخطيط؟ لماذا لا ينعكس على الأداء؟ لا ينعكس على القدرات، ينعكس على وجودنا، لا ينعكس على فهمنا ووعينا في مجتمعاتنا. هذه الأسئلة التي نثيرها في أذهانكم هي التي تدعونا دائما أن نسأل الدكتور سامي. والدكتور سامي حياكم الله. دكتور سامي، سؤالي لك، أنت قريب من عالم التخطيط، أنت خبير في التخطيط ابتداء ومدرب معتمد، ويعني شاركت في كثير من أو العديد من الخطط الاستراتيجية. بكل واقعية، لماذا مؤسساتنا دائما تدفع مبالغ ضخمة للتخطيط ثم لا نجد مخرجات ذلك التخطيط، لا نجد القيمة للتخطيط؟ بنسمع والله بلدية كذا عملت خطة استراتيجية، بعدين بنلاقي بيجي واحد مسؤول بأخذها على شط البحر الفاضي، يعني ما فيش قيمة للموضوع. وين المشكلة دكتور سامي؟ شوف، للأسف أولا أنا أسف على الانقطاع. ثانيا، للأسف معظم الخطط اللي إحنا نقوم بها، يعني أسباب فشل الخطط لها عدة أسباب. أول شيء فشل عملية إدارة التخطيط، لأنه عملية التخطيط نفسها بحاجة إلى إدارة، إنك أن تكون قادر على إنك أنت تعمل عملية دراسة الظروف الحالية الداخلية والخارجية، إنك أنت تحدد أهدافك. هذه العملية بحاجة إلى إدارة. إذا كانت إدارة عملية التخطيط غير قادرة على الإلمام بكل المعطيات الموجودة وصياغة خطة نهائية تكون واقعية وتكون زي ما حكيت سابقا سمارت ذكية، فبالتالي قد تصطدم هذه الخطط عند خروجها لحيز التنفيذ. يعني ممكن مؤسسات تضع خطط بالملايين أو بعشرات الملايين لمدينة أو لمؤسسة ضخمة، لكن عند التنفيذ يجب أنه ما في بالتمويل كافي. نعم. عملية التخطيط زي ما أنت تفضلت ممكن تكلف كثير فلوس. معظم الناس اللي بتقول عملية التخطيط بتقول أنا ما بدي أخطط، وإحنا موجودين في المؤسسة لازم نطلع على منتجع سياحي ونقعد في هذا المنتجع أو في الفندق يوم يومين ثلاثة لحد ما إنه إحنا جلسة عصف ذهني أو خلوة استراتيجية ونطلع بهالخطة الاستراتيجية. هلأ تمام، هاي يعني الممارسات حسب حجم المؤسسة ممكن تكون جيدة، لكن في النهاية المخرج اللي بيطلع من هاي الجلسات لازم يعكس خطة واقعية قابلة للتطبيق. يعني دائما أنا بضل أركز على كلمة سمارت، يعني specific، محددة، measurable، قابلة للقياس، attainable، قابلة للتحقيق أو للتنفيذ، relevant، ذات علاقة بطبيعة وحجم وأهداف المؤسسة، and time bounded، يعني يجب أن تكون محددة زمنيا. طيب دكتور سامي، كأنه الأهداف كانت سمارت فتحقيقها قابل، يعني ممكن أنها تنجح الخطط الاستراتيجية. لكن ليش بتفشل؟ لأنه فعلا إحنا بنركز بنحط كل الثقل في عملية الإعداد، وعند التطبيق بنتراخى، ننسى عملية إن نحط الأكشن بلان أو خطة تنفيذية، ننسى إن نحط البادجت الميزانية. نعم. لهذه الخطة لتطبيقها، بس بنحطها من باب إن نحطها بغلاف وكفر مرتب ومطبوعة ومصممة بتجنن. نعم، ونعليها الديزاينر كمان مشان يطبعها ملونة. بنعملها ملونة. طيب دكتور سامي، لأني أنا بعرف أنت رجل مطلع، وبحكم احتكاكك كثير تجد من تلك الخطط يعني لا تلامس الواقع. وطبعا في ملاحظة مهمة كتير دكتور، خلينا نحكيها بواقعية، انه بتنكتب بالانجليزي وبكون فريق العمل بيعرفوش انجليزي، فسلامتك يعني، وبنجيب فريق بريطاني بيعملنا اياها مشان برضو منفهمش، يعني لا هم بولاد بيئتنا ولا هي لغتنا، فبنصير احنا زي المعيدين بالصيف. سؤالي لك، ما هي الوصية التي يمكن أن نقولها لمجتمعاتنا، وخصوصا نبدأ بالمؤسسات ابتداء؟ اليوم تعرف المؤسسات من فشل إلى فشل، وما يزعلوش منا اليوم. خلينا نحكي بواقعية، نحن على مدار سنوات لم نجد تلك المؤسسات، وأنا بحكي بشكل عام طبعا، لأن في بعض للأسف صارت الندرة التميز، والمفروض يكون الكل في عنده تميز، الكل عنده تخطيط. لماذا هذا الكم الهائل من الإخفاقات التي نراها في مؤسساتنا، ويقودها بعض الناس المتعلمين في النهاية، يعني ناس بيعرفوا. أنت جيت حكيت قضية خطيرة جدا، وهي إدارة التخطيط. يعني في تخطيط، يعني وضع الخطة، وفي إدارة التخطيط، لأنه هذا أيضا أمر يحتاج إلى فريق عمل. أرجوك تركز عليه حتى يفهموا أصحاب القرارات والمسؤولين إنه موضوع مش فقط بدي أحط خطة وبدي أزاود فيها على الناس، وبس بدي أحط كفر وأعمل هالغلافات وعلقها على البوسترات والحيطان. للأسف، تفضل دكتور. شوف دكتور محمد، يعني أول شيء التخطيط كممارسة هي ممارسة أساسية وضرورية كل ما كبر حجم المؤسسة. فطبعا هذا عملية التخطيط أساسية لأي مؤسسة في أي ظروف. في الشركات العالمية، الشركات الناجحة لما يعملوا التخطيط بيكون عندهم في رؤية واضحة وفي تنبؤ يعني شبه مستقر للمستقبل. لكن إحنا في بلادنا ما في، يعني دائما بقول لك التخطيط في حالة الانسرتينتي، حالة عدم
عدم الوثوق في المستقبل، حالة عدم الاستقرار، التخطيط بتكون مهمة جدا صعبة، لأنك أنت بدك تخطط الخطة وبدك تحط خطط بديلة وخطط للتعامل مع الطوارئ وخطط إذا حصل ظرف كيف بدك تعيد تقييم الخطة. فإحنا خططنا في بلادنا في فلسطين يعني يفضل أنها تكون قد ما يعني أقصر ما يمكن، يعني إذا كانت خطة سنوية كويس، إذا خطة كل 3 سنوات كويس، يعني ماكسيموم 5 سنوات، لأنه أنت بتحكي عمالك على ظروف متغيرة جدا كمان يتناسب مع حجم المؤسسة، يعني مؤسسة بحجم بلد بحجم مدينة المفروض تكون خططها حتى أكثر من 5 سنوات، ممكن توصل 10 سنوات. نعم. عملية التخطيط بتاخذ كتير أبعاد، يعني في منهجية لعملية التخطيط. أول شيء بدك تحدد أهدافك، زي ما أنا حكيت لك أهدافك، إذا أنت مثلا مؤسسة تعليمية إيش أهدافك الأكاديمية، إيش أهدافك لخريجينك، إيش أهدافك لبرامجك التعليمية. طيب في هون معلش دعمل مداخل دكتور، معلش تحملني. فضل. الله يزيد فضلك. إحنا أنا قرأت لك في تعليق سابق على الفيسبوك بتتحدث فيه مثلا عن موضوع التخصصات الجامعية، وقلت وكنت بتحكي إنه واضح إنه فيش تخطيط، يعني واضح إنه العملية منافسة مع حالنا، جامعة بتنافس بجامعة بدل ما تنافس العالمية بتنافس حالها. وين إحنا من التخطيط على مستوى التعليم؟ نركز شوي على التعليم لأنه مخرج مهم بالنسبة لإلنا، وإحنا في النهاية رأس مالنا أولادنا، يعني إحنا لسه البترول مسروق في رنتيس والماس لسه ما طلعناهوش، فخلينا في خير الناس أولادنا، يعني اللي هو العملية التعليمية خصوصا نطلع على عملية مناهج وبناء تخصصات. شوف التخطيط في المؤسسات التعليمية عملية مش سهلة، عملية صعبة جدا. لأنه أول شيء أنت بدك تدرس الإمكانيات المتوفرة عندك جوا المؤسسة التعليمية. نعم. بدك تدرس حاجة السوق، حاجة السوق أي سوق، السوق المحلي ولا السوق الإقليمي. في تخصصات ما بتمشي إلا بالسوق المحلي، في تخصصات بتمشي في السوق الإقليمي، لكن هل السوق الإقليمي خلينا في بلاد الخليج مثلا هل لا زالت تستوعب كم مهندسين زي ما كانت تستوعب من 5 سنوات أو من 10 سنوات؟ إذا كانوا اتجهت دول الخليج لعملية توطين المهن الهندسية، المهندسين الموجودين حاليا في الخليج رح يرجعوا على فلسطين، هل هناك خطة لاستيعابهم؟ هون دائما موضوع التخطيط جدا مهم، موضوع يعني حساس. دائما بيكون في دوائر في حتى اليوم في وزارات عمالها مسؤوليتها هي عملية التخطيط، تخطيط على مستوى الدولة، تخطيط على مستوى المؤسسات، تخطيط على مستوى الشركات. يعني منهجية التخطيط أو ممارسة التخطيط لازم تتغلغل في مجتمعنا بحيث أنها تبدأ من مستوى الفرد لمستوى أكبر مؤسسة في البلد. حسنت. واليوم حتى على مستوى العالم صار في مؤسسات زي الأمم المتحدة بتحط خطط على مستوى العالم زي خطة معالجة التغير المناخي. نعم. على مستوى العالم هذه أزمة عالمية، زي خطة مكافحة مرض الكوفيد 19 الكورونا. هذه خطة عالمية، فطبعا في خطط عالمية لمكافحة المرض، لكن على مستوى الدولة في خطة كمان لمكافحة المرض على مستوى الدولة، على مستوى المؤسسات المنطقة، في خطط طوارئ للتعامل معها. فموضوع التخطيط جدا مهم، لأنه أنت مش بس بتحط جمل جميلة منمقة إلى القمر شاطرين منمقة، أنت بدك تحط أهداف قابلة للتحقيق، تقول والله أنا خلال 6 أشهر بدي أوصل لمرحلة استقرار وظيفي في شركتي بحيث انه انا كامل موظفيني على راس عملهم، الانتاجيه باعلى ما يمكن، الارباح بافضل مستوى. هذا انا احكي للناس سر، يعني او يعني خلينا نبثها سر. الدكتور سامي الصدري جماعة الخير كمان مقيم للخطط الاستراتيجية، فكنت دائما من استماعي له في تقييم لبعض الخطط بقول لك شاطرين بالعبارات المنمقة لكن لم تكن أهداف ذكية. خلينا نحكي شوي على الهدف الذكي بعد إذنك. الهدف الذكي، لأنه في ناس بيسألوني دكتور شو يعني هدف ذكي، أنت حكيت معاييره واقعي قابل القياس، وقت زمن موافق عليه ويعني معلوم، يعني نقدر نعرف. نعم. بس أعطيني أمثلة، مثال بعد إذنك حتى الناس تفهم، وبعديها ممكن كمان وأنت موجود معي أخذ بعض الاتصالات، لأنه واضح إنه إذا تسمح لي من وقتك طبعا واضح ان انا بدي اطور الفهم والوعي عند الناس عشان لما نيجي نحكي عمار يا بلد عمار نبدا من التخطيط يا جماعه الخير. طيب ممتاز، هلا خلينا نمشي على موضوع انه الهدف يكون ذكي او كلمه. طيب دكتور سامي معلش خليني شوي اخذ مكالمه اختنا مروان من الخليل وبعديها نحكي عن الهدف اذا تسمح لي. مروان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل مروان. دكتور أنا طبعا لا خبيرة في هذه الأمور ولا لا، بس من تجاربكم الشخصية مرات بتكون مهمة. تفضل. لكن أنا بدي أحكي على بسيط، يعني كلام بسيط عن التخطيط داخل الأسرة. نعم. يعني ربة البيت، الطالب، المدرس، هدول يعني مثلا خلينا نقول ربة البيت في الصباح بتلاقي عليها عدة أشغال كتير وحاجة، هلا اذا لم تخطط
ماذا تفعل؟ وتبدأ يا دكتور أنا عندي اسمه إيه؟ نعم. الأولويات. أولويات، أحسنتي. الأولويات الأهم ثم اللي أقل أهمية. يعني مش أنا أجي لا هالبيت وأقعد شان أنسق زهور صغيرة ومش عارف مثلا وفي عندها تنظيف، يعني تروح تعمل لي تنسيق زهور ولا تطريز وعندها تنظيف أهم يعني. مثلا يعني أبدأ بالأولويات بالنسبة لربة البيت، هذا بدي أحكي يعني أنا في أولويات كتير، مش أبدأ عملي عشوائي. هاي كمان راح نسأل الدكتور سامي، أعمل مشوية وأترك. جميل، بدي أنا أبدأ بالأهم بالأهم بالأهم. أحسنت. طارق لما يجي من المدرسة وعليه واجبات وعليه امتحان وعليه يمكن مع أصحابه بده يلعب كرة قدم مثلا، أنا بضرب أمثلة، هلأ الأولى والأولى بإيش يبدأ؟ صلاتك تغير وعيك وتصلي وبعدين تلعب. عليك الصلاة مهمة. أحسنت. هذه يا دكتور يعني بخلوا الصلاة آخر اهتمامات. هذا زي الأم والأب بيصلوا يا مروان. إذا الأم والأب بيصلوا، بقول إذا الأم والأب بيصلوا يعني للأسف إحنا واقعنا اليوم مؤلم. بس أنا بشوف ستات كتير بأخروا الصلاة. ليه؟ لأني والله بشتغل، لأني بطبخ. طيب يعني أنا بدي أشكرك مروان، فكرتك وصلت عشان أنا أخذ ضيفي، بدي أروح. أحسنتي، إدارة الأولويات وإنك تدير الأولويات بطريقة صحيحة والهدف الأسرة. راح أسأل الدكتور سامي، بس خليني أروح على الشيخ ناصر من طول كرم. شيخ ناصر السلام عليكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ خلي لي إياك. شو أخبارك؟ تاج راسي شيخ ناصر، تفضل. على هذه المعلومات الطيبة. انت حبيبي، هو على السمع الدكتور سامي الصدر يعني الخبير الاستراتيجي. شكرا لكم. الله يخليك، تفضل. الله يزيد فضلك. اول شيء نحن امة التخطيط. احنا امة التخطيط، ايوه حبيبي، لكن لا نخطط. نعم الا ما رحم ربي. الا ما رحم ربي. كمان من اين اخذ ذلك؟ القران الكريم والسنه النبويه. احسنت. القران الكريم حث على التخطيط، اعطانا ربنا العقل، أمر بالتخطيط، قال وعدوا لهم استطعتم من قوة ومرامة الخيل. هذه الأمة أول شيء أهم شيء يعني شتى أنواع الحياة التخطيط، لكن على رأسها التخطيط لعز هذه الأمة ولتكون لبناء الأمة وتكون الأمة كما أراد الله لها، كما أراد ربنا سبحانه وتعالى. فالأمة اللي بتخطط راح تنجح بإذن الله سبحانه وتعالى، ربنا أعطانا العقل من أجل أن نخطط. شيء مهم استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد رب العزة في القرآن الكريم أنه لنجاح التخطيط انه نحط الرجل المناسب في المكان المناسب. حلو. سامعني يا دكتور؟ طبعا طبعا سامعك، انا سامعك سامعك وحزنان يا شيخ ناصر، يعني سامعك وحزنان. حزنان على واقعنا طبعا، انت ما شاء الله كلامك طيب. كيف بدك تنجح بالتخطيط واحنا ما بنحطش الانسان العالم الفهمان الدكتور المبدع في مكان المناسب؟ بجوز عشان عنده عرس، مش هيك احنا بندير بالنا عليه. للاسف اذا تنجح الامه اول شيء تسمع القرآن. طبعا. وتعرف أن القرآن الكريم. أحسنت. رفع أمتنا وجعلها أمة تخطط ومن أرقى الأمم. أحسنت. ومن ثم تنظر لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام كيف، مش بس في المعارك، أنا مش بدك لك الشيخ داعي بس يتحدث المعارك، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. نعم. كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتخطيط يا شيخ ناصر. انظر إلى الصحابة الكرام بعد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا. سيدنا انسى المعارك، انظر إلى الصحابة في 30 عاما كيف نشروا الإسلام بالتخطيط في أصقاع المعمورة من خلال الدعوة، من خلال الأخلاق والتجارة والأدب والمعاملة التجارية. أنا بدي أشكرك شيخ ناصر لأنه هاي نماذج مهمة، بدي أروح للدكتور سامي الصدر. دكتور سامي، بارك الله يجزيك خير شيخ ناصر، شكرا لك من طول كرم. دكتور سامي، أنت منتبه على واقعية الحال اللي إحنا بنشوفه، مصائب البلد، يعني وزارات بلديات كله شعارات يعني رنانة، والله بتفوت بتسمع شعارات وكلام بتقشعر بتلاقي واقع بتقرف. فأشوف شو يعني، أشرح لي شو الهدف الذكي، وإذا كان بالإمكان بعد إذنك تعطيني مثال على هدف ذكي مؤسسة، هدف ذكي فردي، وهدف ذكي أسري بعد إذنك. تمام. بديش أخذ وقتك طويل، أنا بعرف. أنا أشوف يعني أنا بفضل أشرح كلمة سمارت. أيوة بالضبط. وأعطي عليها مثال من الأمثلة اللي أنت تفضل فيها، على مستوى الفرد، على مستوى البيت أو العائلة، وعلى مستوى المؤسسة. تفضل. يعني لما نحكي أول شيء سمارت، سمارت هي أحرف، خمس أحرف، حرف الإف معناها specific يعني محدد. محدد. يعني أنت لما بدك تحط هدف بدك تكون محدده. دقيق وواضح الهدف. بالضبط، محدد إيش المحيط تبعه، وين حدوده، وين بدك توصل. يعني أنا أريد أن أحصل على شهادة، هذا كلام كتير عام. نعم. لكن أنا أريد أن أحصل على شهادة البكالوريوس في الطب البشري، هيك صار محدد. نعم. صح ولا لا؟ 100%. هلا الحرف الثاني من سمارت حرف الام، يعني مجابل، يعني قابل للقياس. نعم.
قابل القياس، يعني أنت هذا الهدف إذا حققته فهو، إذا حققت جزء منه أو حققته كله فأنت سهل أنك تقيس قديش نسبة التحقيق، بتشوف يعني أثره. أنا أريد أن أحصل على شهادة البكالوريوس في الطب البشري، لكن شهادة البكالوريوس في الطب البشري يتم الحصول عليها بعد دراسة 5 سنوات أو 6 سنوات. نعم. فبعد أول سنة بقول أنا صرت محقق 1/5 أو 1/6 من الهدف، أنا حققت نصف الهدف، خلصت 2 أو 3 سنوات، أنا حققت 90% من هذا الهدف، صرت واصل للسنة الخامسة، أنا حققت كل الهدف 100% من الهدف، أنا تخرجت معي شهادة البكالوريوس في الطب البشري. أتينابل، قابل للتحقيق، يعني أنا بقدر أن أحقق هذا الهدف، يعني أنا لما أقول أنا أريد أن أصل ب ب ب ب بمدينة نابلس على سبيل المثال لتصبح مثل دبي، أنا ما بشوف هذا الهدف أتينا بالقابل للتحقيق، أنا نعم. بشوف إنه يعني ممكن معالجة المشاكل حاليا الوصول إلى وضع أفضل. بالضبط، حتى يعني ما يكونش كمان حالم، تكونش أهداف حالمة يعني بيحلم الشخص. بالضبط، ما تكونش خيالية. خيالية. إمكانية تحقيقها، لأنه أنت بكرة بدك توعد الناس تقول لهم أنا بدي أعمل من نابلس دبي رقم 2 وما تحققش الهدف حيقولوا عنك فاشل. لكن تقول انه انا بدي احل مشكله النظافه، انا بدي احل مشكله نقص المياه، نقص الكهرباء، توفير الموارد، تحسين البنيه التحتيه، بحدد اهداف واضحه. اذا محدد، قابل للقياس، واقعي. قابل للقياس بالضبط، بالضبط. وريليفانت، ريليفانت شو يعني ريليفانت؟ يعني ذات علاقه، انا انا بلديه ما إلي علاقة في الموضوع الطب، يعني ما إلي، يعني في مواضيع أنا ما إلي علاقة فيها أدخل. صحيح. فيها المواضيع اللي إلي علاقة فيها relevant، يعني اللي إلها علاقة في مجالي على مستوى تطوير البنية التحتية في المدينة، تطوير الخدمات في المدينة، تطوير المرافق الموجودة في المدينة مثل المرافق التعليمية أو المرافق الترفيهية، تطوير بدي أساهم في تطوير الاقتصاد من خلال توفير البنية التحتية في المناطق الصناعية والأسواق وتوسيعها والشوارع وتضبيطها وكل تفاصيل. بالضبط. أنا بدي أخلق البيئة الجيدة لأخلق اقتصاد قوي. نعم. وآخر واحدة، آخر حرف في كلمة سمارت اللي هو حرف التي، والتي مأخوذ من time bounded يعني محدد زمنيا. الخطة التي ليس لها حدود زمنية هذه خطة فاشلة، يعني أنك تيجي تقول أنا أريد أن دواوين يعني. أيوة بالضبط، يعني لما لما حكوا قالوا إنه إحنا أو خلينا نقول نقول إنه إحنا نريد أن نصل إلى نسبة عجز في المياه 0%، يعني ما عندنا عجز في المياه خلال سنة أو خلال 2 أو 3 سنوات، هذا time bounded محدد زمنيا، يعني إذا تجاوز الزمن بنقول نعلن حالة الخطر إنه إحنا هدفنا بلش يفشل، الهدف اللي إحنا نشتغل عليه ما عمله يتحقق بشكل صحيح. جميل. إذا أنا حاطط في بالي هدف إنه خلال 5 سنوات أصير طبيب وصار عندي 7 سنوات وأنا في الجامعة ما تخرجت، معناها أنا في خطر في هذا، في هذا الهدف. فدائما الأهداف لازم تكون محددة. تمام. أنا حكيت على مستوى الفرد، الفرد إيش أهداف الفرد أو خطة الاستراتيجية؟ طيب قبل الفرد بعد إذنك خليني أخذ أبو إبراهيم من فقوع بعد إذنك، لأن أنت حكيت على المؤسسات وعطيت مثال جدا جميل، خليني أخذ بعد إذنك أبو إبراهيم. سلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. الله يبارك فيك في ضيفك، خلينا استفدنا منه يعني معلومات راقية جدا. ما احنا اليوم بدنا نرفد العمار، بدنا يكون عمار حقيقي واقع إن شاء الله. وزارات تسمى وزارة التخطيط. في عنا عنا قلنا نعم عندنا في وزارات تسمى وزارة التخطيط، لكن مثل ما قلت انت هي مسميات وما في على ارض الواقع. المهم في رواتب والشباب مضبوطين حالهم. نعم. هذا اهم شيء. قدوتنا صديق العزيز الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا خطط للهجرة؟ الله. غير الطريق واخذ بالاسباب كاملة. اذا بضيف للاخت ام مروان الاولويات، الاخذ بالاسباب، والشيخ ناصر الرجل المناسب في المكان المناسب، كلها امور نستفيد منها. لكن بديش أخذ من وقتكم كثير، إحنا في منطقة جنين. نعم. دعونا في بلدية مرج بن عامر. نعم. للتخطيط وخططوا إنه ما نلمس هذا المرج، للأسف ما طبقوا شيء. بعد 4 أو 5 سنوات نجد أن هذا المرج تلاشى، فبالتالي لما ربنا أمر النحل إنه واتخذي من الجبال بيوتا، لو إن ذهبنا للعمار في الجبال لم يتلاشى هذا السهل. فبالتالي هذا جبت لك إياه مثل. جميل. وبدي أقول نقطة أسأل الله الإخلاص فيها، ألا وهي إحنا العرب والمسلمين لو منخطط ملكنا أفضل موقع جغرافي، دول الخليج البترول أفضل اقتصاد، أرض السودان ثلث الوطن العربي، وعندنا 95% قواسم مشتركة وغيرنا لا يملك 5% من القواسم المشتركة، فأصبح الاتحاد الأوروبي، أصبحت الولايات المتحدة، ونحن بقينا في ذيل الأمم. للأسف. إذن إذا ما عدنا إلى الله والأخذ بالأسباب والتخطيط السليم، نعود كأمة، نعود كشعب، نعود كأسرة، نعود
إلى النجاح في كافة المجالات. ويتقام علينا الحجة أبو إبراهيم في عمل الفتية الستة في فعلهم يعني هذا الحالة تقام علينا حجة كل أمتنا يعني. شكرا أبو إبراهيم. نعم. أشكرك. بارك الله. الله يكرمك. أخذ أخونا من الداخل الغالي من فلسطين العمق. سلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. تفضل. الله يعافيك بارك في عمرك. الله موضوعكم جدا مهم وأنا اتصلت لأنه محظور في هذا الموضوع. من بدأ أحكي؟ تفضل. إنك تلعب ضد حتى طريق هذا صعب جدا. تعلي تعلي صوتك أكثر بعد إذنك. بتعلي لي صوتك بعد إذنك لو سمحت. التخطيط في المسلمين من أجى من عند الله عز وجل وأجى من رسوله في التخطيط. جميل. كل شيء للمسلمين أجى من عند الله سبحان الله. في الأسر في 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 الأذان في الطعام في البناء في كل شيء. لكن لما أنت تيجي تلك لا دعي من داخل المسلمين. نعم. لتخطيط حتى انك تبني كاركتر. صح. او انك تعلم ابنك الا في من خارج البلد وداخلها معارضة. نعم. احنا ما فيش ناس تحكمنا 100%. وبلد ما فيش اهلها الها حكم. بلد ما لهاش حكم ذاتي ولها حكم قوي. زائد اللهم صل على سيدنا محمد. المال كل شيء متوفر بس فيش شيء بدينا. الحمد لله على نعمة الصبر والحن الربان علينا. نبدأ بأنفسنا نخطط إنه نرجع إلى الله فكل شيء برجع بإذن الله. جميل. شكرا. الله يجزيك الخير وبارك في عمرك ويحفظك. طب خلينا نروح للدكتور سامي أخذ منه الهدف الفردي. دكتور سامي أنا بعرف طولت عليك بس لعلي أنا خططت أخذك في الحلقة. تفضل دكتور إن شاء الله. سامي الله يحفظك. إن شاء الله. أنا حاضر دائما. الله يخلي لياك دكتور سامي الصدر. تفضل. هلا يعني مبدئيا التخطيط يبدأ على مستوى الفرد بعدين ينتقل إلى المستوى الأعلى اللي هو على مستوى العائلة أو البيت. صحيح. إلى المستوى الأعلى اللي هو مستوى المؤسسة أو الشركة. إلى مستوى أعلى اللي هي مستوى المدينة أو الحي أو المنطقة اللي أنت عايش فيها. بعدها على مستوى أعلى بروح لمستوى الدولة. وفي عنا زي ما حكيت لك المثال اللي حكيت لك إياه اللي هو تخطيط على مستوى العالم. نعم. خلينا نبدأ على مستوى الفرد. أنا كفرد كيف ممكن أخطط لنفسي؟ أنا كشخص أنا في لي أهدافي الشخصية أهدافي المهنية اللي أنا بطلع لها. مثلا أنا خلال سنة أو سنتين أو ثلاثة أريد أن أكون كذا. نعم. أريد أن أكون دكتور. أريد أن أكون عالم أو متخصص في مجال معين. فهذه أهداف على المستوى الشخصي. أريد أن يكون ظرف المادي أحسن من الظرف الحالي. أرفع دخلي خلال 5 سنوات من قيمة X لقيمة Y. نعم. فلازم أكون في عندي أنا كفرد في عندي أهدافي الشخصية. وبتذكر أخي دكتور محمد أنه أنا وإنت بال2015 كنا نخطط صح ولا لا؟ صحيح. صحيح. نعم. كنا نخطط للـ5 سنوات القادمة على مستوى الشخصي أنا وإنت إيش بدنا نعمل كل واحد فينا إيش خطته. مبروك الدكتوراه. على مستوى بالضبط بالضبط. وحاطين خطط بديلة كنا. صحيح. مضبوط ولا لا؟ إذا ما قدرنا نحصل منحة كيف بدنا نحصل الدراسة؟ كنا حاطين خطط بديلة. صحيح. فالخطة بتكون على مستوى الفرد أولا. ثانيا على مستوى البيت أنا يعني بشوف يعني هاي الممارسة كتير ممتازة إنك أنت تعلم أولادك التخطيط بإنك أنت تقعد انت وزوجتك واولادك في البيت تخططوا لهالاسره. كل سنه احنا بنعمل هذا يعني خلينا نقول لك التقليد او هذا الطقوس التخطيط. جميل. كل سنه بنقعد نشوف ايش عندنا خلال السنه الجاي. اولادي ايش المعدلات اللي كنت تجيبوها في المدرسه. جميل. عندي اولاد في المدارس الخاصه عندي اولاد في المدارس الحكوميه. ايش تكاليف الدراسه الخاصه ايش تكاليف الدراسه الحكوميه. ايش اهدافنا احنا الشخصيه. صح. ايش بدنا نطور جوات البيت ايش بدنا نعمل نقله نوعيه في مواضيع ثانيه. اهدافنا الايمانيه القران وحفظه وسلوكنا يعني. بالضبط. نعم. نحط كم كتاب بدنا نقرا ايش بدنا نحفظ ايش بدنا نسوي. يعني هذا كليته اهداف. فيها اهداف ماديه فيها اهداف روحانيه فيها كل انواع الاهداف. هذا كليته بنعمله. وانا صدقا دائما كل فتره انا والعائله بنجتمع بنعمل مراجعه لأهدافنا إيش حققنا. تعال يا محمد لنشوف إيش وين وصلت. نعم. تعال يا عبد الله لنشوف وين وصلت. فكل واحد من أولادي أنا بقعد معاه ونقعد مع بعض بشكل جماعي نراجع أهدافنا العائلية ونشوف وين وصلنا. بنعمل اجتماع. جميل. يعني طيب أنا تفضل 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 بدي أقطع عليك لأن بدي أخذ بدي بالعائلة عشان أفصل أكثر. بخليك معي بدي أخذ الأستاذة زينب السلفيتي. اسألها إذا كانوا بخططوا في العائلة. حاضر. يعطيكم العافية. تفضل أستاذ زينب. بارك الله فيكم. الله يكرمك محمد وفي ضيوفك الكرام. هلأ أنا بدي أحكي عن بالنسبة لمسألة التخطيط. التخطيط هو
من الأخذ بالأسباب التي يجب على المسلمين الأخذ بها، يعني علم، علم زي ما الدكتور بحكي أنه أصل الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر، لما بايع بيعة العقبة الأولى، الثانية لما دخل المدينة المنورة، كانت سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تخطيط، من أي طريق يسلك، في أي وقت يبايع، كانت كلها خطط، حتى خطط حربية، تخطيط عسكري، تخطيط سياسي، تخطيط اقتصادي. هل أنا اللي بدي أقوله إنه هو مش زي ما بعتقد الناس إنه على البركة. شو يعني على البركة؟ إنه بدون خطة وبدون هدف وبدون شيء. لا، لازم أن تكون هنالك خطط. يعني للأسف إنه أعداء الأمة الإسلامية من الذين يحكمون العالم، الدولة العميقة في العالم، هدول هم الذين يخططون من مئات السنين كيف يسقطوا الدولة العثمانية، كيف يستولوا على مقدرات الدول، كيف يسيطروا على مفاصل هذه الدول. يعني لما قال هيرتسل في 1897 في بازل في سويسرا، أنا بعد 50 سنة أسست الدولة العبرية، قبل ما اللي هي فعلا أسست الدولة العبرية ما كانش هيرتسل موجود. هل أنا بدي أقول إنه هل إحنا لدينا تخطيط على المستويات العليا في الدول؟ هل في تخطيط استراتيجي لدى الدول؟ مثلا أنا دولة تحت الاحتلال، كم سنة بدي أتحرر؟ كم سنة بدي أحرر أسرى؟ انتوا بدكم وطن ولا بدكم مصاري؟ هلا كم سنه بدك انت تعمل رعايه شامله صحيه؟ يعني مثلا دوله الاحتلال بتقول انا بدي اوفر اذا صارت حرب كذا سرير في المستشفيات، كذا كذا، يعني بيكون في تخطيط. هلا اعداء الامه تاخذ باسباب التخطيط، بل وتتآمر علينا حتى لا ناخذ باسباب التخطيط. طيب استاذ زينب، يعني بدي اسالك سؤال، وانت يعني خبيره قانونيه وفي الواقع بتمارسي حياتك العمليه من خلال الحياه العمليه اليوميه، احنا بتشوفي شبابنا وابنائنا ناس بيخططوا على مستوى الافراد وحتى الاسر؟ يعني ممتاز، احنا بنحكي على الامه، مزبوط الواقع مؤلم ومؤلم جدا، وواضح انه هناك من يخطط لنا ويديرنا للاسف الشديد، لكن خلينا نحكي عن حالنا كأفراد وحتى كأسر، هل تجد أننا قادرين على التخطيط وعندنا خطط حقيقية واقعية؟ والله أنا بدي أكون صادقة معك، هنالك الكثير من الشباب المبدعين اللي ما بتتاح لهم الفرصة في بلدنا لأنهم مش أولاد ناس معينين، أولاد ناس غلابة، أولاد ناس عاديين، أولاد ناس معهم مش المقومات المطلوبة في البلد، فبيضطروا بيهاجروا، فبياخذوا فرصتهم في بلاد الغرب. يعني أنا بتكلم عن كفاءة هجرة العقول كلها، هل يعني بتكون الأدمغة بتهاجر وبتسافر؟ يعني تسمع عن طبيب هون ما قدرش يعمل العملية الفلانية، بيجري العملية هاي في بلد تاني، أوروبا استقبلته. هون للأسف إنه أنت ما بتتمسك في الكفاءات، يعني أنت بتلاحظ إنه لما بتروح على أي دائرة وبيكون فيها شخص متميز، يعني بتلاحظ إنه بتم الدوس على هدول الناس. يعني بتمنى إنه اللي ترتقي في السلم الوظيفي تكون إنها الناس التي تعبر عن الشعب والكفاءات. يعني كل الاحترام، بس مش أنا هذا واسطه فلان أو ابن فلان حالة. أو مولود باسم فلان. هلأ هون في نقطة إنه كثير من الكفاءات لا يتم أصلاً إحتى تعيينها. أنا بحكي عن تجربة واقعية، صحيح. يعني أمامي ملفات، أمامي سجلات، إنه الناس اللي بتكون ناجحة في امتحانات معينة على مستوى الوظائف العمومية أعلى علامات بيتم استثنائهم بدون أي أسباب أو مبررات. أنا بدي أشكرك عشان أتيح المجال للأخرين. هلأ أنا بدي أحكي لو سمحت كلمة سريعا إنه في الخطة العالمية الجديدة التي تخطط لها الدولة العميقة في العالم، هي مخططة على مستوى الأسر، أنت بتقول إنه التخطيط بتخطط على مستوى نشر الإلحاد والشذوذ والإجهاض واللا أخلاقية داخل العالم. هذا الشيء عالمية تتجاوز الدول وتتجاوز. هذا بتكلم عن الخطط المستقبلية، يعني أنت بدك تشوف بارات، بدك تشوف مثليين، بدك تشوف مراكز. والسؤال المهم يا زينب إنه إيش إحنا نعمل إحنا ضد هذا التخطيط؟ إحنا بدنا يكون في تخطيط موازي إنه نجابه فيه بكل الأوقات وبكل لهاي. لابد أن تكون نواصل بلو كانوا بداية 1 2 3 4 5 10 على كم من فئة قليلة تغلب فئة كثيرة بقدرة رب العالمين. شكرا. بارك الله فيكم وضيوفك. الدكتور عز الدين عمارني، السلام عليكم دكتور عز الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور. أمة التخطيط أين؟ الله يخلي لي إياك، أين نحن من التخطيط؟ أول شيء دكتورنا على سيرة التخطيط، يعني نحيي المخططين العظام الرائعين الذين هدول مدرسة يا سيدي، مدرسة بتعلم الأمة. يعني وضعوا هدف، يعني من أول لحظة دخلوها إلى سجون الاحتلال هو حريتهم. فالذي يريد أن يخطط أول شيء لازم يضع هدف ويكون مؤمن فيه، هدف ويكون مؤمن فيه يريد أن يحققه فهو يخطط له. فهم وضعوا هدف اللي هو الحرية، فخططوا ويعني اتكلوا على الله عز وجل، وكان لهم ما أرادوا، فربنا يحفظهم ويرد عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين إن شاء الله، والله يرضى عنهم. آمين. ويعني يحرر باقي أسرانا. الآن وأقول إنه إحنا يعني ربما الجميع يقول إنه ماشي ولازم نخطط،
بس احنا ما يعني بنعرفش نخطط مثلا. فاللي بيعرفش يخطط الاصل انه يستشير الناس يسال. فسيدنا النبي يقول ما خاب من استشار وما ندم من استخار. ويعني سيدنا النبي علمنا هاي القصه. فلما في معركه بدر شو استشار الصحابه شو نعمل. فيعني وجد عندهم ما شاء الله افكار عجيبه. حتى عندما اختار مكان غلط الصحابي قالوا له يعني منزلا انزلك منزل. الله اياه بالضبط. عليك. ففي معركه احد سيدنا النبي خطط والصحابي استشارهم وكل واحد اعطى رايه. بالنهايه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مشى معهم رغم انه كان عنده خطه اخرى. طب احنا هذا الكلام نعرفه دكتور عز الدين. احنا نعرفه بس إيه وين احنا من هذا؟ يعني انا الان كفرد كاسره كاب كام اين انا من قدوتي الحبيب محمد وهو حجه علي؟ ما اللي بتتفضل فيه حجه. نعم. على كل الامه ومسؤولينها انه تفضلوا هي مدرسه التخطيط قدامكم. يجب ان نعلم ان التخطيط هو دين. التخطيط هو جزء من الدين. يعني عليك من يعني الاخذ بالاسباب. جميل. وقضيه انه هو دين. ان الله يحب اذا عمل احدكم عمل يتقنه من الاتقان التخطيط. يتقنه على المستوى الفردي. احيانا في ناس بتخطط يعني من اول ما يعني يكون عنده اولاد بحط اهداف قدامهم وبيعمل من اجل تحقيق هاي الاهداف. ويعني على مستوى فردي احيانا بنخطط. في ناس بتخطط وفي المقابل في ناس عشوائيين جدا وبيعتبروا هاي العشوائية يعني شيء من الدين وانه الانسان لازم يكون بدي نصيحتك بعشرين ثانية دكتور عز الدين. في نصيحتي يعني يجب ان نخطط لكل الشيء يعني لكل شيء لحياتنا الاسرية من اجل اقامة دولتنا الاسلامية من اجل مستقبل ظاهر للأمة. نخطط على المستوى الفردي نخطط على المستوى الجماعي يكون في دورات للتخطيط دورات وتدريب وتأهيل للتخطيط. يعني هاي مهمة جدا انه اللي بيعرفش يخطط يتعلم. يعني حتى على مستوى كيف يعني نبني أسرة نبني شراكة حقيقية بين الزوج وزوجته كذا يجب يكون في دورات تأهيلية. الله يجزيك خير. وانه الناس تتبناها والدولة تتبناها والكل يتبناها. شكرا شكرا دكتور عز الدين عمارني على ما تفضلت به. واصلا احنا ضيفنا الدكتور سامي الصدر هو نموذج من التدريب والتأهيل والمستشار. على كل حال خلينا نروح قبل ما اروح للدكتور سامي اروح للشيخ طايل الطراوي. طايل السلام عليكم. طايل السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخوي. تفضل يا دكتور. حياك الله تفضل انت على الهواء. الله يعطيك العافية. خليلياك. بداية ربنا يحمي الشباب اللي انتزعوا حريتهم وحقهم الشرعي بالحرية وربنا يحفظهم يحفظ كل المجاهدين. آمين. دكتور بالنسبة للتخطيط عندنا المفروض عندنا احنا نتوجه باتجاهين. سامعني؟ نعم سامعك ومعك دقيقة ونص. احنا بنعيش بظروف خاصة. صحيح. الظروف الخاصة اللي بنعيشها احنا تحت احتلال بغي احتلال لئيم. فلازم يكون التفكير عندنا من منطقتين. المنطقة الأولى الشباب الواعي الشباب الجامعي الشباب المثقف الشباب الصناعي الحرفي. هؤلاء الشباب اللي كل واحد فيهم قاعد بيعاني من ظروف صعبة جدا مش لاقي عمل. اليوم احنا لازم نتوجه للخيرات اللي في ايدينا للأرض للصناعة. جميل. للزراعة. جميل. للثروة الحيوانية الموجودة عندنا. المفروض دكتور احنا نتوجه للي موجود بين ايدينا. حسنت. اللي بنقدر نحصل عليه. احنا شفنا أمثلة رائعة جدا من مقاومتنا الفلسطينية أبعد بصناعة أدوات قتالية من مجهوداتها الشخصية. احنا بنحكي على طاقات فلسطينية هائلة قاعدين بنجابه في أصعب دولة على وجه الأرض ومعاها دول بتساندها بشكل رهيب جدا. مع ذلك استطاع الفكر الفلسطيني المفكر الفلسطيني المقاوم في هذا الاتجاه أنه يبدع ويكون مثل. حتى أنا بحكي على الجانب الصناعي والاقتصادي وعلى واقعنا المرير على واقعنا المرير اللي إحنا قاعدين بنعيشه. إحنا قاعدين بنعيش واقع مرير دكتور. صحيح. إحنا المفروض يكون عندنا تخطيط للي يكون بين إيدينا. كيف نصنع من اللي حوالينا من حجارة الأرض من زيتون الأرض من اللي بين إيدينا ونكون أمة منتجة. تكون أمة منتجة تكون هاي الأمة تنتج. هاي واحدة. بعشرين ثانية بعد إذنك بعشرين ثانية شيخ طايل الوقت داهمني لأنه يا دكتور على الصعيد الرسمي المفروض عندنا الناس الجامعيين جامعات الوطن. نعم. اللي قاعدة بتزق فيها الشباب بتخصصات أصبحت بالية يا دكتور. نعم. أصبحت بالية قاعدين بنستنزف مليارات الشواكل على
قطاعات من التعليم واقعة على الفاضي يا دكتور. صحيح. المفروض احنا نغير من آلية ومنهجية التعليم عندنا. صحيح. نتجه باتجاه آخر ولو إجباري. أنا بدي أشكرك لأن الوقت داهمني. الله يجزيك خير. بدي أشكرك الوقت داهمني. بدي أختم مع الدكتور سامي الصدر وهو الخبير الاستراتيجي في التخطيط وأيضا دكتورة جودة. دكتور سامي بأربع دقائق أو ثلاث دقائق حسب ما بيشير لي دكتور محمد الملاح، نصائحك الذهبية في موضوع التخطيط، إيش النصائح الذهبية اللي ممكن نجمل في هذه الحلقة؟ أول شيء شكرا لكل المتصلين اللي أعطونا من أفكارهم النيرة والممتازة. صحيح. أنا عندي بس ملاحظة واحدة إنه إحنا لازم نوقف عن إنه نضلنا نجلد أنفسنا. حسنت. يعني دائما بدل ما نضل نقول إنه إحنا أسوأ ناس وإحنا ما بنعرف وإحنا أفشل ناس، لا، نبلش نعمل ممارسة التخطيط ممارسة يومية في حياتنا، نبلش نضيء شمعة خلينا نقول. فالخطوة الأولى إنه إحنا نبني ثقافة التخطيط، يعني نيجي نخطط كيف لازم نبلش نخطط. يعني نيجي نقول أول شيء أنا اليوم بدي أبلش أخطط على مستوى الفرد. كل جميل. إنسان يعمل لحاله ورقة أهداف، حط أهدافه الاستراتيجية خلال سنة خلال سنتين خمس جميل. سنوات وين بده يوصل. بناء ثقافة موجود. التخطيط روعة بالضبط. روعة. هذا أول شيء. تنين. وعلى مستوى الفرد نبلش فيها تكون ممارسة فردية كل ممارس. واحد فينا بالذات الشباب. صحيح. يعني أنا موضوع الجامعات عشانه كثير هلا بينحكى فيه. طيب الجامعات فتحت مليون تخصص، طب أنت ما عندك وين عقلك الذاتية وين أيوة بالضبط. أنت اقرأ السوق وشوف. صح. وين احتياجات السوق. صح. وامشي بتحب اتجاه احتياجات السوق. والناس مش غبية، الناس بالعكس ذكية جدا. يعني والتخصص اللي انفتح على الفاضي بسكر تحت مبدأ أرخصوه بالترك. انفتحت وما صار عليها إقبال. واليوم في ميزة عملت في مؤسسات التعليم العالي انه الطالب بيختار التخصص مباشره، ما في داعي يكون سنه اولى تحضيريه وبعدها يختار التخصص فبالتالي خلص بده يلتزم بالتخصص اللي بيطلع له، لا، بامكانه انه يختار التخصص من اول سنه. جميل. فالنقطه الاولى زي ما حكيت بناء ثقافه التخطيط وممارسه التخطيط ويصير التخطيط ممارسه على مستوى الفرد. نعم. بناء التخطيط لتعزيز ثقافه التخطيط جوا البيت، يعني نقعد احنا واولادنا مشان هالجيل الجاي القادم تكون التخطيط جزء من ممارساته. يعني انا بدي اطلع من مدينه نابلس لرام الله احط خطه للطريق للمواصلات زي ما تفضل الاخوه المتصلين. صح. لما حكوا انه الرسول صلى الله عليه وسلم لما انه طلع من الهجره المكرمه للمدينه حط لنفسه خطه، حط. صح. اهداف، حط حتى خطط بديله، عمل سوات اناليسز اللي هو التحليل البيئي. صح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنه مارس عمليه التخطيط لليوم بينكتب فيها مقالات وكتب وعمليه متكامله الاركان. دكتور سامي بالضبط. بأقل من دقيقة الوقت داهمني أنا. المؤسسات لازم كل مؤسسة تبني لنفسها خطة استراتيجية تكون سمارت وتشارك كل الموظفين من أصغر الموظف لأكبر الموظف بهذه الخطط على مستوى المدينة. على مستوى المدينة لازم كل المواطنين كل الناس تشارك في عملية التخطيط. على مستوى الدولة إذا في عندنا وزارة التخطيط فهذا شيء جيد، لكن لازم يكون عندنا كمان خطة وطنية للتعليم العالي، مش بس إنه الجامعات بتخطط وبتنفذ. صح. على كيف، لازم يكون في جهة حاكمة تحط خطة استراتيجية للتعليم العالي في فلسطين. على مستوى نشارك كمان مع العالم، نشوف العالم وين بده يروح، في عنده خطة لمواجهة الأوبئة، في عنده خطة لمواجهة قضايا المناخ، لازم احنا نكون مساهمين في هاي العملية. أحسنت. إذا احنا بنصير نساهم في التخطيط على مستوى الفرد وعلى مستوى البيت وعلى مستوى المؤسسة وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى الدولة، ساعتها إن شاء الله احنا خلال سنوات نقدر انه ننتقل من الحال اللي احنا موجودين فيها لحال أفضل. وبتهيأ لي يعني في أمثلة كثير في العالم، سواء إذا بتطلع على التاريخ الماليزي، إذا بتطلع على تاريخ كوريا الجنوبية، على النموذج التركي، كلها نماذج ما انبنت من فراغ، انبنت بسبب وجود منهجية تخطيط، ناس بتحط خطط وناس بتطبق وناس بتقيس مدى نجاح الخطة وناس بتدير عملية التخطيط التحقيقية. وناس بتدير عملية التخطيط بالضبط. طبعا حسنت. طبعا حسنت. هذا جدا مهم. اللي بدير التخطيط مش بس بدير عملية التخطيط، وبدير عملية الإشراف على تنفيذ الخطة. يعني احنا حطينا خطة بدنا نشرف على عملية تنفيذها وتطبيقها، وكل مرحلة نيجي نعمل وقفة للمراجعة والتقييم. وإذا شفنا حالنا أنجزنا 70% من الخطة، المفروض أنجزنا 100% من الأهداف، بدنا نشوف 30% نحط خطة بديلة منشان نعالج النقص اللي حصل. حسنت. ونضلنا شوي شوي نتدرب لحد ما نوصل المرحلة المثالية اللي دائما نقارن حالنا في أوروبا وفي أمريكا، بس إحنا عندنا المقومات إن شاء الله اللي نوصل لهذه المستويات وأحسن بإذن الله. شكرا شكرا الله يجزيك الخير الدكتور سامي الصدر الخبير في التخطيط الاستراتيجي ودكتورة الجودة والمدرب والمحاضر. شكرا جزيلا لما تفضلت به. أبدعت بهذه الحلقة والله يفتح عليك.
شكرا. شكرا لإذاعة القرآن الكريم اللي تتطرق لكل المواضيع الهادفة والمفيدة للمجتمع وللإنسان الفلسطيني. بارك الله فيكم. كرمك. شكرا دكتور سامي الصدر، كان ضيفا عزيزا في هذه الحلقة. وأقول بأقل من 30 ثانية أخوانا بنصائحي الذهبية: بناء ثقافة التخطيط وبناء ثقافة ممارسة التخطيط، والتخطيط يبدأ من البيت والفرد، والمؤسسات تخطط وتضع خطط ذكية، والمتابعة الحقيقية، وتحمل كل مسؤول مسؤوليته في عملية التخطيط. التراكمية هذه تصنعنا وتجعلنا أمة تستطيع أن تخطط، تتعلم من منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتصنع وعيا وأمة قادرة راقية على التفاعل. وما فعله الشباب وما يفعله الشباب الفلسطيني هي دليل وإدانة لكل مؤسساتنا إن عجزت عن التخطيط والوصول لأهدافها. الله يحفظكم جميعا. أشكر كل إخوة الذين اتصلوا وشاركوا، أيضا أعتذر للإخوة عن قراءة تعليقاتي عبر الفيسبوك لأن الوقت داهمني، وأعدكم أن إن شاء الله أقرأ تعليقاتكم في الحلقات الأخرى. وشاكر لضيفي في هذه الحلقة الدكتور سامي الصدر المحاضر والمدرب في التخطيط الاستراتيجي ودكتوراه الجودة، ولفريق العمل في الهندسة الإذاعية والإخراج الدكتور محمد الملاح، وفي الإعداد الأستاذ أريج عمران. لكم خالص الحب، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا بلد انت العزوي والسند، واحنا رجالك للأبد.